مهم جدا نتكلم عن الخدمات اللي بتقدم للأم الحامل. الوحدة الصحية عاملة برامج حلوة جدا اللي هي تتبع قطاع الرعاية الصحية والتمريض. الخدمات دي كل خدماتنا في الصحة هي خدمات وقائية. خدمات وقائية بتكتشف الأمراض بدري وتمنع حدوثها أو تاخد الإجراء المناسب. فإحنا الست الحامل اللي بتيجي عندنا الوحدة بنقدم لها خدمات. أولاً خدمات القيد في السجلات والبطاقة الصحية اللي بنديها لها، اللي هو الكارت الصحي اللي بتمشي بيه، اللي هو كل حالتها كلها الصحية. بعد السجلات احنا بنقدم لها فحص طبي شامل. الفحص الطبي ده بينقسم الى فحص طبي عام وفحص موضعي، وبنقدم خدمات السونار او الفحص بالموجات الفوق صوتية، بنقدم خدمات فحص معملي، بنقدم المكملات الغذائية للطفل اللي الام محتاجاها، بنقدم كمان المكملات الغذائية للسيدة الحامل في نفس. والاهم من كل دول كمان، مع كل الخدمات دي بنقدم المشورة الصحية للمرحلة العمرية من الحمل اللي هي حامل فيه. فلو احنا اتكلمنا على ايه الخدمات الصحية اللي احنا بنقدمها، هنقول في طبيب بيفحص السيدة الحامل بعد ما بنكون قيمنا حالتها التغذوية والحالة الصحية العامة، خدنا منها التاريخ المرضي وتاريخ اخر دورة، ونبتدي نحدد لها ميعاد الولادة امتى وعمر الحمل بتاعها. دي اول حاجة لازم الست تبقى عارفاها. الست لما تبقى عارفة انا حامل في قد ايه وهولد امتى، دي حاجة مهمة جدا، دي بتحميها من ان احنا نيجي في اخر الحمل وما بتبقاش عارفة هولد امتى، وممكن تدخل بقى ان انا اولد ولادة مبكرة واقول ان الحمل خلاص عدى وناخدها ونفتح قيصريات والكلام ده كله. فاحنا عندنا اول حاجة بنحددها للست تبقى عارفة هي ميعاد الحمل بتاعها امتى. كمان بنحطها في الكاتيجوري الصح بتاعها، بنقول هي الست دي اصلا الحمل بتاعها حمل طبيعي ولا حمل خطر. يعني ايه حمل خطر؟ هو في حمل خطر؟ طبعا في حمل خطر، في حمل خطر مرضي وحمل خطر غير مرضي. يعني لو احنا قلنا حمل خطر غير مرضي ازاي؟ يعني الست اللي فتحت مرتين قيصري قبل كده، لا ده حمل خطر. الست اللي عندها كذا مره اجهاض قبل الحمل ده، هو ده حمل خطر، هي معرضه ان يحصل لها نفس المشكله تاني، فاحنا عايزين نحميها بدري. فعشان كده دايما بنطلب ان الست تيجي تتابع بدري في اول الحمل ونحدد معاها ده. طب زي ايه حمل خطر مرضي بقى؟ هو في حاجه اسمها كده؟ طبعا الست مريضه السكر او اللي ظهر عليها سكر اثناء الحمل، ده حمل خطر. طب الست اللي ضغطها بيعلى اثناء الحمل، برضو ده حمل خطر. الست اللي هي مريضه قلب اوريدي، هي عندها مشكله في القلب، واحنا عندنا الحمى الروماتيزميه بتشكل خطر كبير جدا، وعندنا دايما عاداتنا بتقول ايه، بلاش نقول ان البنت كانت مريضه قلب، خليها تتجوز. حتى لما بتروح تتابع ولو راحها مع حماتها والكلام ده، والدكتوره بتسالها تقول لها انت عندك مشاكل او كنت بتاخدي علاج قبل كده، تقول لها لا 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 سليمه، حتى مامتها بتقول هي سليمه. الكلام ده يا جماعه احنا عايزين نغير ده، هي سليمه وكويسه زي الفل، ربنا يديها الصحه وما فيش مشكله انها تحمل وتولد، بس تحت اشراف الطبيب بتاعنا. فإحنا في مستوى الرعاية الصحية الأولية بنقدم الخدمات الطبيعية للست الحامل الطبيعية. لو في عندنا مشكلة بنحولها لجهة الاختصاص وترجع لنا نكمل متابعتها معنا. وقيمنا الحالة بتاعت الست، وبعد ما فحصناها وعرفنا هي حمل طبيعي ولا حمل خطر، نبتدي نقيم الحالة الصحية بتاع الجنين بتاعها. هو الجنين ده، الحمل ده حمل طبيعي؟ الجنين اللي جوه ده ماشي مع فترة الحمل فعلا؟ لما اقول للست دي حامل في 3 شهور، هل الجنين اللي جوه ده 3 شهور ولا لا؟ طب هو 3 شهور هو طبيعي ولا مش طبيعي؟ هو في مشاكل ولا ما فيهوش مشاكل؟ هو الحمل اللي جوه ده بيبي واحد ولا توأم؟ احنا بنسمع على ستات كتير تقول لك ده انا كنت ماشي حمل واحد وفي الخامس قالوا لي انت حامل في توأم. لا طبعا، هو كل الكلام ده احنا بنكتشفه من الاول. فاحنا عشان كده بنحب نشوف الست من اول ما دورتها تغيب وتبتدي تقول انا شك احتمال اكون حامل. ما تستناش بقى لما الناس بيقول لها لا لما العيل يتحرك اللي في بطنك تروحي تشوفي الحمل والكلام ده، لا هي مهم تيجي الوحده الصحيه اول ما دورتها تغيب، لان في فحوصات مهمه لازم تعملها، لازم نعمل لها تحاليل الفحص المعملي اللي بنتكلم عنه، لازم نعرف نسبه الهيموجلوبين بتاعتها، نعرف هي عندها انيميا ولا لا. الام اللي عندها انيميا ده مشكله على الحمل، فلازم نبتدي ناخد اجراء معاها. الست اللي فصيلة الدم بتاعتها، احنا بنشوف فصيلة الدم ونشوف حاجة اسمها الـ RH او العامل الريسس. عامل الريسس ده مهم جدا ان احنا نطمن عليه،
نشوف هو إيجابي ولا سلبي، هل هو في مشكلة من إنه إيجابي أو سلبي؟ أو طبعا إحنا بنطمن عليها، وبعدين نشوف الزوج كمان. طب إحنا بنقول التطعيمات للست الحامل إحنا بنطعمها ضد إيه؟ التيتنس عشان نمنع حاجة اسمها تيتنس وليدي، الأطفال بتموت منه والأم بيحصل لها مشاكل، فإحنا لازم نطعم الأم ونحسب الحالة التطعيمية بتاعتها هي ممنعة ولا غير ممنعة. كمان بنشوف هي صحتها عاملة ازاي، هي محتاجة مكملات غذائية ولا مش محتاجة.